الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز بالوقوف أمام من يسعون إلى تدمير الأمة الإسلامية. وقال العاهل السعودي عند استقبال المشاركين في أعمال المؤتمر العالمي الذي عقدته رابطة العالم الإسلامي برعايته إن الإنسان لا يتألم عندما يرى من يتسبب بأذى الإسلام. الرحمن الرحيم. إخواني إخواني الأشقاء، أرحب بكم بلدكم بلد العالم الإسلامي، أرحب بكم من مكة المكرمة والمدينة المنورة، أرحب بكم ترحيبة الأخ لإخوانه، أرحب بكم وأطلب منكم وأحثكم على عقيدتكم الإسلامية. إما دافعتوا عنها يا أبناءها، من يدافع عنها؟ من يدافع عنها؟ أنتم، أنتم الأساس، أنتم القدوة. بل شملوا عن أيديكم وربكم فوق كل شيء، ربكم معكم إن شاء الله. نعم، العالم الإسلامي عزيز إن شاء الله، عزيز بالله وعزيز بالله. ثم بكم يا أبناءه، أبناءه الخيرين لا المدمرين. الآن فيه فئة من أبناء العالم الإسلامي، ما ننكرهم أنهم من العالم الإسلامي، ولكن يدمرون العالم الإسلامي بالتفرقة وبالأشياء اللي لا تبت إلى العقيدة الإسلامية. الآن أنتم يا أبناء الإسلام، أنتم مسؤولين، أنتم مسؤولين أمام الله، ثم أمام شعوبكم وأمام العالم. ولله الحمد الإسلام منتصر. أبشركم إن كل شهر يسلم ما بين 400 و500 شخص، والحمد لله. هذا مع ما فينا يا العالم الإسلامي من خراب ودمار، مع الأسف من أبنائنا، من أبنائنا، من أبنائنا. ولهذا انفوهم، انفوهم، وعليكم بالعقيدة، عقيدة الإسلام الصحيح، عقيدة المحبة، عقيدة الوفاء، عقيدة الإخلاص، عقيدة الإيمان والعقيدة الإسلامية. هذا هو الإسلام. وأنتم يا أبناء الإسلام جميعا تتحملون هذه المسؤولية. أرجو لكم التوفيق والنجاح. والمطلوب من المملكة العربية السعودية كل ما يطلب منها في خدمة الإسلام والمسلمين، مستعدة مستعدة مستعدة. أخواني، أنا فرد من عالمنا الإسلامي، ولكن أنتوا يا قادة العالم الإسلامي تتحملون مسؤوليات. أرجوكم 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 تقوى الله فوق كل شيء، والعقيدة الإسلامية، وهدفكم وغايتكم هي العقيدة الإسلامية. أتمنى لكم التوفيق، وأرجو لكم الحظ السعيد إن شاء الله مع همتكم وأخوتكم وتصادقكم. وكل عام وأنتم بخير. ويا أخ عبد الله، أتمنى أنه يكون هذا الاجتماع سنويا. شكرا شكرا، بارك الله فيكم، وأشكركم من بلدكم بلد الحرمين الشريفين، وشكرا لكم.